طالب الائتلاف السوري المعارض بتطبيق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد ميليشيا بشار الأسد. وأكد نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض عبد الحكيم بشار إنه عقب مجزرة خان شيخون باتت الحاجة ملحة لاستخدام هذا البند. لماذا وجد الفصل السابع في ميثاق مجلس الأمن؟ في أي من الحالات يطبق؟ إذا كان النظام قتل أكثر من 500 ألف سوري ودمر أكثر من 2 مليون وحدة سكنية وشرد نصف سكان سوريا، وهناك العشرات من الأدلة التي تدينه، ليس من قبلنا وإنما من قبل جهات دولية مستقلة. إذا لم يطبق الفصل السابع على مثل هكذا نظام، أين ستطبق؟ وأوضح نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض أن الحل السياسي يضع المجتمع الدولي أمام خيارات حقيقية، أما إلزام النظام بقبوله وتسريعه أو التأكيد على رحيل الأسد وتقديمه للمحاكمة كمجرم حرب أمام محكمة الجنايات الدولية. إننا فعلا مع الحل السياسي، ولكن لا يوجد هناك شريك أمامنا لقبول هذا الحل. ما جرى لن يتعلق بسوريا فقط، وإنما هي حادثة تضع المجتمع الدولي أمام خيارات حقيقية. أما إلزام النظام السوري بقبول الحل السياسي وتسريعه وفق قرارات الشرعية الدولية التي تتضمنها تشكيلية حكم انتقالي يؤكد على رحيل الأسد وتحويله إلى محكمة الجنايات الدولية، وإذا لم يفعل المجتمع الدولي ذلك